اليوم نهار جديد، نهار فين غادي تهنى على مستقبلك، على صحتك وعلى صحة أسرتك، وفين كل واحد كيخدم بدراعه وكيدير اللي عليه يلقانا في جنبه وقت الشدة. تنفيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شرعت الحكومة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وبدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإدماج التدريجي ديال العمال الغير أجراء والمهن الحرة. باش تعرفوا واش وصلكم الموعد ديالكم، زوروا موقع sanasas.ma.